أهلاً 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 أهلاً، إزيكم عاملين إيه؟ فخامة الرئيس الحقيقة تابع باهتمام طبقاً لكلامه، وأكد إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني اللي اتعملت امبارح لو تفتكروا. طيب فخامة الرئيس قال إيه على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي؟ قال ما هو نصه كالآتي على فيسبوك على سبيل المثال: تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. هنا بتنتهي يعني أو بينتهي تعليق فخامة الرئيس على جلسة امبارح. خد بالك وانت بتبص على ده، في البعض ممكن يكون بينظر الى انه الرئيس يتابع باهتمام المشروعات الكبرى والوطنية والتحديث والمواني، زي مثلا النهاردة المواني البرية والمواني البحرية، الاراضي اللي بتتزرع، المصانع اللي بتتفتح، الخ الخ الخ. الرئيس يتابع العملية السياسية بمنتهى منتهى الاهتمام. طيب مين اللي اطلق الحوار الوطني؟ هل الحوار الوطني ده اطلق نفسه وذاته بذاته يعني؟ لا، إطلاق الحوار الوطني كان من خلال إفطار الأسرة المصرية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم السنة اللي فاتت. حلو؟ طيب ومين اللي أطلق تفعيل لجنة العفو؟ برضو فخامة الرئيس في نفس ذات اليوم وفي نفس ذات الإفطار. طيب الرئيس أطلق الحاجتين دول أو الكيانين دول علشان إيه؟ أطلق الحاجتين دول علشان نقدر نخلق تفاهمات سياسية ما بين الأطراف والأقطاب معارضة كانت أو موالاة، وحتى من قلب خلي بالك أنه المعارضة هتجد فيها أيضا تياراتها، يعني أنت هتلاقي معارضة من الليبراليين، وهتلاقي معارضة من النصريين، وهتلاقي معارضة من أقصى اليسار على سبيل المثال الحصر. طيب وهتلاقي من الناحية التانية في الموالاة أيضا الموالاة، هتلاقي داخل الموالاة منهم من التيار النصري، وداخل الموالاة منهم من اليساريين جدا قح، وهتلاقي داخل الموالاة أيضا ليبراليين جدا قح. طيب الهدف إيه؟ الهدف هو فكرة الجلوس على مائدة للوصول إلى إيه؟ للوصول إن إحنا نبدأ من بعد انتهاء المهمة بتاعت مجلس الأمناء الأولى، لأنه عنده بعد كده بيكمل مهمته بقى في المتابعة والإشراف العام على الحوار طبعا، لكن بعد كده هنلاقي بقى إيه الجلسات بتاعت اللجان واللجان النوعية واللجان الفرعية وما إلى ذلك. إيه الهدف من كل ده؟ الهدف مش كل واحد يقول اللي هو عايزه خلاص، لا، إنه يتم بحث الناس اللي بتمثل بشكل ما التيارات السياسية اللي موجودة على اختلاف منطلقاتها الفكرية والأيديولوجية ومناحيها السياسية أيا كانت، مناقشة كل ما يقولونه وما يعرضونه وما يطرحونه، وبحث كيفية تنفيذه بما يتفق مع المصالح العليا دائما للدولة. هل في دولة، عشان انا عارف ان الجمله دي يقول لك ايوه هي المصالح العليا دي اللي بتقلقنا، هو في دوله لا تفكر في مصالحها العليا؟ يعني هو الولايات المتحده الامريكيه بتفكر في حاجه اهم من مصالحها العليا تبقى ايه؟ او المملكه المتحده او فرنسا على سبيل المثال، وانت بتتابع اللي بيحصل في فرنسا، او المانيا على سبيل المثال، واظنك بتتابع كويس اللي بيحصل في المانيا، واتمنى انك تكون بتتابع ده بقوه وعن كثب وبرؤيه حاده جدا. لكن هرجع واقول لك تاني، علشان ينجح الحوار لازم 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 إخواننا الموجودين الآن في مربع المعارضة، أنا بتكلم على الآن في مربع المعارضة، في منا من كان معارضا ثم رأى من وجهة نظره على سبيل المثال أنه لا أنا مش شايف أن هناك ما يدعو إلى معارضة حادة بهذا القدر، نستطيع جدا أن احنا نكون في الكفة الأخرى، لسنا على يسار السلطة وإنما على يمينها، وارد كويس، أو في أقل التقديرات نقف على يسار السلطة لأجل إن إحنا قدر الإمكان نقدر نبقى شايفين المعارضة ماشية في أي اتجاه، وفي نفس الوقت
الحكم أو طبقة الحكم بتسير في أي اتجاه وتقريب وجهات النظر. ده جزء بالمناسبة من مهام الحوار الوطني، يعني فكرة أن تقترب وجهات النظر من بعضها البعض إلى أقرب حدود ممكنة. لكن عشان ده ينجح تاني زي ما بقولك، المطلوب إيه؟ طرح. يعني ما ينفعش أبدا أقول مثلا أنه أنا مش حاسس أن الدولة بتحارب الفساد. أيوة ليه؟ وإزاي؟ وآلياتك إلى محاربة الفساد؟ ده لازم يطرح، ده هنا سؤال وعلامة استفهام تطرح للمعارض أو المعارضين المحترمين. مفيش أي أزمة بالمناسبة. أنا شايف مثلا، وده أنا بقوله كتير جدا، شايف مثلا أنه آليات الدولة في مسألة الإصلاح الاقتصادي غلط. كلمة غلط في حد ذاتها هي الغلط بعينه، لأنه علشان تقول إنها غلط أو غير مناسبة أو غير سليمة لازم تروح مقدم الطرح بتاعك في علاج الوضع الاقتصادي مثلا، صح ولا إيه؟ مثلا أنا أرى أن الدولة لا تهتم بالتعليم، فأنت تقول لي لا، لو أنا معارض بقى، لا ده أنا شايف إنه التعليم حتى يصلح حالي فلازم يحصل 1 2 3 4، طرح واضح. لكن ان انا اقعد واقول انا مش عاجبني ومش عاجبني ومش عاجبني، ياخد بعضه ويروح. ولازم المعارضه يكون، وانا اعتقد انه في جانب كبير جدا منهم عندهم هذا النضج، لازم نبقى عندنا نضج بما يكفي ان احنا ما ننجرش تاني بقى، ما ننجرش ورا اللي بنسميه في شغلانتنا كده يقول لك ايه، اسئله موجهه. يعني انا بسالك السؤال عشان احدفك في حته، ما تتجرش بقى في كده، ما تخليش حد يلعب بيك اللعبة دي أبدا أبدا. غلط غلط، ما تخليش حد ياخدك في حتته. احنا بتوع سياسة ولا مش بتوع سياسة؟ بتوع سياسة يعني ما حدش بياخدني في الحتة بتاعته. سياسة يعني جود بلايرز زي ما بيتقال. لا، أي حاجة يا جماعة هي طرح وطرح موازي. كلنا غلط وكلنا صح في حالة واحدة بس، انه يبقى فيه طرح شديد الوضوح. انا عايز كذا في الاقتصاد وارى انه يتم 1 2 3 4 5، في التعليم، في الصحة، في التداول السياسي، في علاقة الاحزاب بالشارع، في مش عارف الصناعة، في الزراعة، في وهكذا. ما يعني بس ما كانش حد غلب، خلاص كل واحد يطلع يقول انا مش عاجبني ويروح، ونقول يا سلام ايه الشطارة دي، ده معارض عظيم. لا هو مش معارض عظيم ولا حاجة، هو معارض بيغرقك، لانه بيقولك لا بس. على كل حديث قصير في السياسة، وفي محاولة مني دائما انه رمضان يبقى بعيد قدر الامكان عن السياسة، بس الامر لله، يعني هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام وبرنامجكم التاسعة، استنونا. في ناس بتربي عندها داخل البيت بتاعه، داخل المزرعة بتاعته، داخل الفيلا بتاعته، حيوان ما ينفعش يتربى داخل البيت. يعني مثلا ما تقنعنيش ان ينفع انه حد مثلا يربي نمر، ولا يربي اسد، ولا يربي مش عارف تمساح، ولا يربي مش عارف افعى الاناكوندا. يعني مش منطقي الكلام ده، يعني مش منطقي خالص وغريب. الأغرب من ذلك أنه أصبح في ناس بتتباهى بده. يعني تلاقي مثلا إيه، واحد، مش بكلمك على مشاهير والله العظيم، تلاقي مثلا واحد حطت صورته على فيسبوك ولا مش عارف إيه، وهو قاعد بيأكل الأسد مش عارف إيه في بقه. إيه؟ ما ينفعش بالمناسبة، وما ينفعش في أي حتة في الدنيا، مش بس عندنا. يعني مش مثلا إحنا بنخترع شيء نقول ما ينفعش. طيب اللي زاد وغطى إنه أصبح في نوعيات من الحيوانات اللي كنا بنقول عليها زمان الحيوانات الأليفة زي الكلاب على سبيل المثال، أصبح فيها فصائل هجينة جديدة مستحدثة. الفصائل دي شديدة الشراسة، وعارفين كان في قضية كبيرة كده حصلة من كام أسبوع. طيب فبعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفصائل ممنوع اقتنائها بأي حال من الأحوال داخل البيوت، ممنوع في ولايات كتير من ضمن الولايات المتحدة الأمريكية. وانتوا عارفين اتحاد فيدرالي، وبالتالي كل ولاية بقى لها قوانينها الخاصة، بس هي أغلب الولايات في أمريكا ممنوع الفصائل الهجينة شديدة الشراسة دي من الكلاب، ممنوع. أصل ده بغرض الحراسة، ممنوع. بغرض الصيد، ممنوع. حلو. طيب عندنا هنا في مصر
زي ما بقول لك في جزء منها كان مباهاة، في جزء منها الناس بتربي هذه الحيوانات، ويمكن تحديدا في الكلاب الشرسة قوي جدا خالص دي بيربوها مش في دماغه يعني، مش بسوء نية مش بتاع، ومفيش حاجة بتقول ممنوع. فأوكي تيجي لجنة الزراعة بمجلس النواب وتوافق والحمد لله على موضوع أو على مواد إصدار أو يعني يتم إصدار مجموعة من المواد خاصة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطر، وده موضوع يمس كل البيوت. لأن الناس بقى بص عشان تبقى عارف، في ناس بتربي فوق السطح، اصل تقول لي ده في الكومباوند، لا مش في الكومباوند بس، ده فوق السطح وفي جراج العماره وفي بلكونه الشقه في كل حته. خليني اخد معانا على التليفون سياده النائب ابراهيم الديب عضو لجنه الزراعه والري والامن الغذائي والثروه الحيوانيه بمجلس النواب. ازي حضرتك يا سياده النائب ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك ويوسف بيه طبعا، اهلا بسيادتك. الله يخليك يا فندم، اهلا بحضرتك. عايزين نفهم اكتر على طبيعه المواد الجديده واللي موجوده في هذا المشروع والمتعلقه بتنظيم حيازه الحيوانات الخطره. اول سؤال هساله توصيف وتصنيف المواد لكلمه حيوان خطر. طبعا احنا في البدايه طبعا حريصين على حقوق الإنسان في نفس الوقت وحقوق الحيوان، لكن طبعا الحيوانات الخطرة القانون رفضها تماما، يعني رفضها تماما وما استثناش منها إلا الجامعات والمراكز البحث، هي اللي مسموح ليها بحيازتها أو إكسارها، وده طبعا تحت يعني عناية شديدة جدا 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 وبشروط. وزي ما حضرتك عارف طبعا احنا بصدد ده مشروع قانون ولسه احنا خلصناه في اللجنة وهينزل طبعا الجلسة العامة بإذن الله. طيب ايه هي الحيوانات الخطرة؟ الحيوانات الخطرة بالفعل عشان ما نسيبش لي يعني البراح لأي حد يحكم من تلقاء نفسه. أيوة. احنا بالفعل اللجنة واتفقنا مع الحكومة، طلبنا من هيئة العامة للخدمات البيطرية ان هم يعني يدونا الجداول الموضحة تفصيلية بأبرز الحيوانات الخطرة. والحيوان زي ما حضرتك عارف يعني الكلاب، أصل الكلب لو اتكلمنا عن الكلب تحديدا، الكلب أصله حيوان أليف، لكن ممكن تحصل ممارسات ضده بشكل أو بآخر تخليه حيوان خطر. التهجير برضو ده مسار من أهم المسارات اللي احنا تطرقنا إليها في القانون، فاحنا طلبنا بشكل مبدئي جداول توضيحية توضح كل الحيوانات الخطرة، لان طبعا كلمه حيوان خطر ممكن الحيوان يبقى خطر في بعض الاوقات او في بعض الظروف ومش خطر في بعض الظروف الثانيه، لكن في حيوانات يعني كليه وجزئيه موضوع منتهي ان ده حيوان خطر، طبعا كمان مش هيسمح باستيراده او بدخوله مصر مره ثانيه، يعني كل دي هيكون في ضوابط وباب العقوبات يمكن تطرقنا فيه بعقوبات بدانا فيها من القليل للاكثر على حسب الجريمة، بحيث برضو نجحها في العقوبة ونخلي أي حد هيفكر إنه يحوز حيوان خطر أو حتى كلب من الأنواع الخطيرة اللي احنا بنسمع عنها يفكر 100 مرة. ورفعنا كمان سن الحيازة من 16 سنة ل 18 سنة، واشترطنا كمان التدابير اللي هي الحبل اللي لازم للكلب والكمامة اللي بيبقى مكمم بيها الكلب وكل الأمور دي. ويمكن كمان ما نسيناش الكلاب اللي احنا بنسميها كلاب ضالة او كلاب الشوارع اللي منتشرة، اللي هو الكلب البلدي المصري، الكلاب الضالة اللي بلا مأوى في الشارع دي يمكن حيوانات أليفة، فمحتاجة برضو فرضنا على الحكومة ان هي تدبر فيما بعد، هتقدم لنا خطة خمسية خلال 5 سنين واحنا كلجنة هندعمها في الاعتمادات المالية اللازمة طبعا لتشييد مراكز إيواء، لان طبعا احنا فمصر موقعين على اتفاقات دولية ودي مواثيق عالمية، ويمكن توجه القيادة السياسية وتوجيه القيادة السياسية دايما والجمهورية الجديدة ان احنا بنشتغل على كل المواضيع، يعني كل لجنة نوعية زي ما حضرتك عارف طبعا في مجلس النواب مع حزمة قوانين بنشتغل عليها بالتوازي في نفس الوقت، ويمكن ان احنا في وقت يعني نشكر ربنا ونشكر بفضل القيادة السياسية ان احنا يعني زي ما بندور على حقوق الانسان، لا كمان ما تطرقنا لحقوق الحيوان واتكلمنا عن الناس اللي بتمارس ممارسات شنيعه ضد الكلاب تحولها
لكلاب اكثر شراسه، ده افترى، وفي عقوبات شديده ومشدده على هؤلاء. ده افترى يعني. كويس قوي انه يعني جزء من المشروع هي مساله توفير مراكز لايواء الحيوانات اللي تبقى موجوده في الشوارع، لانه البعض كان بيعتقد انه الحل هو قتلها، وده حاجه الحقيقه كارثيه، وده افترى يعني وعدم رحمه يعني. معاليك طبعا منعنا القتل تماما، واستنادا طبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتل. لا، احنا منعنا القتل تماما، ومنعنا كمان القرار اللي كان خاص باستيراد سم الاستريكنين اللي كانوا بيموتوا بيه، كل ده انتهى تماما، مش هنشوفه ان شاء الله. وده من المسارات المهمه للقانون يعني. طبعا الكمال لله وحده، لكن احنا بنسعى دائما بلجنه الزراعة ان احنا نخرج بقانون يعني يكون مواكب للعصر ومواكب بيحل المشاكل، ولو في تعديلات بسيطه تغيرت مع الزمن نتداركها يعني. طب متوقعين باذن الله يا ابراهيم بيه انه ينزل جلسه امتى؟ والله احنا عايز اقول لحضرتك النهارده اللجنه برغم ان احنا في اول اسبوع في رمضان لمده 4 ساعات متواصله، السيد معالي المستشار علاء بن فؤاد موجود معانا في اللجنه، المستشار محمد عبد الجواد المستشار رئيس المجلس، وكل الجهاز التنفيذي ويمكن اغلب اعضاء اللجنه موجودين، بحيث ان القانون ده لازم يخرج للنور والجلسة عامة في أقرب وقت ممكن يعني. أتوقع خلال يمكن في رمضان قبل العيد كمان إن شاء الله نخرج بالقانون ده، ويبقى فيه يعني قانون حقيقي نبدأ ونتابع التطبيق. ويمكن أحمد بيه السجيني طبعا رئيس لجنة الإدارة المحلية طبعا قال نقطة مهمة جدا، إن احنا بعد كمان ما اللائحة التنفيذية تصدر يعني لازم نتابع الأثر التشريعي للقانون، وإن احنا نشوف يعني الكي بي ايز بتاعه ومعايير الاداء ايه اللي حصل وايه اللي تم، وهل في دعم مطلوب مننا كنواب في المجلس، هل في كده، لان القضيه قضيه قوميه ويمكن نستفيد بيها كمان، لان الكلب البلد المصري ثروه قوميه صحيح. ممكن نستفيد بيه، وهو حيوان اليف يعني يمكن ما بيتحولش لحيوان خطر الا بالممارسات السيئه، ويمكن الحمد لله بدات الحاجات دي تقل. فاحنا يهمنا طبعا ان احنا نقضي على هذه الظاهره، ومش عايز انسى طبعا دور من منصه حضرتك المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان قايمين بدور كبير جدا، خاصه في القاهره الكبرى بكل احيائها، وقايمين بدور كبير جدا يمكن بالجهود الذاتيه منهم على نفقتهم الشخصيه في التطعيم والتعقيم، جنبا الى جنب يعني بيمثلوا نموذج حلو جدا للمشاركه المجتمعيه جنب الحكومه المصريه، وده بروتوكول رسمي مع هيئه الخدمات البيطريه. فانا من منصه حضرتك بوجه لهم الشكر، وده دي الروح اللي احنا عايزينها تبقى دايما في مصرنا الحبيبه في كل القطاعات، مش في القطاع ده، لان حضرتك عارف طبعا شايف ان احنا القطاع العام مع القطاع الخاص مع الحكومه هي دي هيبقى في حل جنبا الى جنب دايما. صحيح والله. مسألة حتى الكلاب المصري دي اللي احنا بنسميها الكلاب البلدي وكذلك القطط المصري والحاجات اللي هي موجودة للأسف بلا مأوى، دي مخلوقات ذكية ذكاء ولطيفة جداً لطف جداً. فنقدر فعلا ان اولا بعد ما يعني يتوفر لها مراكز لإيواء ويتم تطعيمها ومعالجتها اذا كانت مريضه ولا حاجه وما الى ذلك، انا كمان بعتقد انه عليها اقبال كبير لاجل الاقتناء جوه مصر وبره مصر. لقيت في بعض الاسر بقت بتتفخر انها بتربي عندها الكلب المصري اللي هو الكلب البلدي بتاعنا ده، وبيقولوا عنه هو كلب ذكي جدا، وفي بلاد بره بيقولوا احنا مستعدين نستورده ونربيه عندنا. وربنا قال وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، حتى اما قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ما عطفش بالواو، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، فربنا اللي قال، وكل الأديان السماوية يعني بتعامل الحيوان وحقوق الحيوان الرحمة الإنسان. يعني رحمة بينا، ويمكن يعني كل ما احنا رحمنا الحيوانات المحيطة بينا كان ربنا بيوسع علينا، لأن الحيوان ده مش في ايده حاجة، يمكن سبب الخطورة اللي بتبقى في الحيوان يمكن من ايد بعض الناس طبعا بالممارسات السيئة. البني ادم هو اللي بيعلمه الشراسة للأسف الشديد. للأسف. اشكرك جدا سيادة النائب، كل الشكر ليك سيادة النائب ابراهيم الديب عضو لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب. والله العظيم البني ادم ده كائن خطير، علشان تبقى عارف، خطير، أخطر كائن موجود على سطح الكرة الأرضية. طب قول لي اللي لوث الكوكب مين؟ البني آدم ولا المخلوقات التانية؟ بني آدم. اللي هجن الكلاب الشرسة دي بني آدم.
اللي بيعذب حيوان ويقعد يشرس فيه بني آدم. طيب تعالوا بقى نروح على مسلسل رسالة الإمام. رسالة الإمام ما بين التمثيل والتشخيص الرائع، وما بين الكتابة اللي بجد رائعة، وما بين التدقيق الفقهي العظيم من قبل الأزهر الشريف، والتدقيق التاريخي المذهل على إيد 13 مدقق لو أنا الرقم اللي عديته على التترات مظبوط. طيب خليني أخد معاك أو أخد معانا كلنا مؤلف أو يعني المشرف العام على تأليف هذا المسلسل وكتابته، الكاتب والمؤلف محمد هشام عبية. أهلا 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 يا أستاذ. أستاذ يوسف إزيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله بخير. طيب إيه وأنت طيب وبالصحة والسلامة ورمضان كريم، وإيه المسلسل العظمة ده؟ ربنا يخليك، يعني ربنا بقى بيجازينا على المجهود الذي يعني فعلناه منذ عدة أشهر. ده ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيكافئكم، يعني بيقول لكم بصوا انتوا بذلتوا مجهود. انا كنت امبارح بقول يا جماعه المسلسل ده متاخد جد، متاخد جد من قبل كل اطرافه، انتاج، تاليف، كتابه، اخراج، تمثيل، ملابس، تدقيق تاريخي، تدقيق فقهي، ودول حاجتين انا عايز اتكلم عنهم معاك اكتر. احنا المسلسل ده وهو بيتكتب احنا بنتكلم على فاصل او فصل مهم جدا من حياه الامام الشافعي، اللي هي المرحلة بتاعت قدومه إلى مصر، وكان عندنا ملاحم العصر العباسي الأول وأنت سيدي العارفين، وخلافات الأمين والمأمون، حدوتة بقى. صحيح. أنتوا اشتغلتوا على التدقيق التاريخي، أنا هروح للتدقيق الفقهي بعد شوية، بس اشتغلتوا على التدقيق التاريخي. أنا كنت بعد عدد المدققين يا 12 يا 13، أنا صح ولا غلطان؟ لا هو احنا عندنا يعني احنا كتاب، يعني المسلسل في حوالي 7 كتاب بيكتبوا المسلسل، ثلاثة من سوريا وأربعة من مصر، وكان قبل كده المشروع كان يعني خضع للتطوير على إيد الأستاذة مريم نعوم. أيوة. كمعالجة، فتلاقي عشان كده أسماء كتير، لكن اللي بيكتب دلوقتي تحديدا إحنا 7 كتاب. كويس جدا. بجانب في الباحث الأستاذ عزمي، ده الباحث طبعا الصحفي والباحث التاريخي، طبعا هو اللي متولي بقى مسألة التدقيق التاريخي فيما يتعلق بالأحداث وفيما يتعلق بمواصفات الديكور والمباني والتفاصيل الملابس وما إلى ذلك. وفوق ذلك وذلك لدينا بقى الأزهر ومراجعاته للنص اللي احنا بنكتبه وفيما يتعلق بالأمور الفقهية وكمان فيما يتعلق بالأمور التاريخية. هو المسلسل طول الوقت في مرحلة تنقية وتطوير ومراجعة من أكتر من جهة، وفي يعني وإحنا شخصيا بنراجع وبندقق، بس يعني لأن دي مسؤولية كبيرة جدا إن إحنا نتناول التاريخ في هذه الفترة الزمنية في مصر، اللي هي كانت فترة زي ما حضرتك قلت مليئة برضو بال يعني بالتقلبات والتطورات السياسية والمجتمعية يعني. حلو جدا. طيب أنا يمكن بقعد هفكر معاك بصوت عالي. الكتابة عن واحد من الأئمة الأربعة مسألة مش بس صعبة لكن شديدة الحساسية، صح؟ جدا، متفقين، ومغامرة يعني. أيوة. حتى نتلافى أي مغامرة وليها أخطارها، حتى تتلافى أخطار المغامرة عملت إيه؟ خصوصا أنه الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني هو أصلا كان مغامرا، يعني بفقه وبأفكاره وبفتاويه وما إلى ذلك، هو نفسه غامر، بل إنه كان عنده مواقف مش هقولك اتغيرت ولكن تطورت من رحلته في العراق وصولا إلى مصر. عملتوا إيه علشان تقدروا تعدوا في وسط كل الشوك ده؟ أول حاجة عملناها رحنا زورنا، رحنا صلينا في المسجد في الإمام الشافعي. دي أول حاجة عملناها. شيل الله مولانا. إحنا قلنا ناخد الإذن وفي نفس الوقت يعني يعني نرى يعني ناخد شيء من طاقة المكان، لأن زي ما حضرتك عارف برضو المكان فيه طاقة، المكان صح. نفسه كحي الإمام الشافعي فيه طاقة يعني إنسانية جبارة، وفيه شيء كتير قوي من مصر وروحها يعني. والمسجد طبعا والمقام بتاع الامام الشافعي فيه برضه طاقه خاصه بالمكان أوي جدا قوي
قوي. فحقيقه يعني احنا فعلنا هذه الزياره، وطبعا احنا كنا بعضنا كان زار المكان قبل كده، لكن برضو لما تبقى رايح هناك وانت يعني مكلف بمهمه هي انك تكتب شيء من سيره الامام الشافعي، الزياره هناك بتختلف يعني. تاني حاجه تسلحنا بقى طول الوقت يعني بالكثير من المذاكره والمراجعه والتدقيق وقراءه الكتب والتوكل على الله، لان احنا قد يبدو الكلام يعني روحاني بس دي كانت حقيقه، لان هو طول الوقت الكتابه في التاريخ فعلا فيها مخاطره وفيها انت ماشي على سلك خطر يعني، ممكن اي زله تحصل توقعك وقعه خطره يعني. فحاولنا ان احنا بنسبه كبيره نتوخى دقه، وان احنا طول الوقت قررنا ان احنا نكتب على المسلسل، انه المسلسل مستوحى من الاحداث التاريخيه لكن هو رؤيه دراميه لما حدث. ومن الاول احنا كنا مقررين ان المسلسل يعني من يشاهده هيختار شويه، هل هو مسلسل يعني بالتصنيف التقليدي ديني عشان بيتناول سيره واحد من الائمه الاربعه، ولا هو مسلسل تاريخي علشان هو بيتناول حقبه تاريخيه مهمه في حياه مصر وفي حياه الامام الشافعي. وانا اعتقد المسلسل اللي يمكن في رايي يعني ممكن تصنيفه الى انه تاريخي، لانه بيتناول فتره زمنيه مهمه كان فيها الامام الشافعي فاعل جدا في مصر، ومصر كانت كمان كانت مؤثره على فكره وفقه، وبالتالي يعني يتم تقييمه بهذه النظره يعني. واعتقد ان ده ممكن يكون في رايي يعني المتواضع هو اللي خلى قاعده التلقي اكبر من توقعاتي انا شخصيا. كنت متوقع ان طبيعه المسلسلات دي بتبقى لها جمهور نوعي محدد يعني مش دايما بتوصل لقطاع كبير للناس، لكن احنا بقى كمان ربنا رزقنا يعني المخرج الكبير الاستاذ الله يسحقه طبعا، قدر يدير المشروع باقتدار وقدر كمان يقدم متعه بصريه في الحلقات الاولى خلت الجمهور يعني يرتبط كمان بالمسلسل من اول حلقه. حلو جدا. لما بداتوا عمليه التدقيق الفقهي مع الازهر، انتوا خلصتوا كتابه وبعتوا للازهر ولا كنتوا بتبعتوا اول باول؟ لانه مهم قوي ان الناس تبقى فاهمه انه الازهر بنفسه، الازهر هو من دقق رسالة الإمام، هو من دقق مسلسل رسالة الإمام. هو احنا المفاجأة ان احنا لسه ما خلصناش كتابة، احنا لا نزال نكتب حتى الآن يعني في الحلقات الأخيرة. فبتبعته أول بأول. والحقيقة يعني الأزهر كان يعني قدم كل العون والدعم لينا، ويعني لدرجة ان احنا أحيانا كنا بنبعت الحلقات في توقيتات متأخرة جدا وبنبقى محتاجين موافقة سريعة عشان هنصور ثاني يوم لاعتبارات لها علاقة بمواعيد التصوير يعني. فكانوا متعاونين جدا، حتى كانوا بيعملوا في أوقات الأجازات الرسمية من أجل إنجاز العمل في أكثر يعني في أقصى وقت ممكن. وفعلا النص يعني خضع لمراجعة الأزهر. كل ما ورد في الحلقات يعني رجعت من قبل الازهر، وكان المراجعه خاصه زي ما قلت بالامور الفقهيه وكمان بالحادثه التاريخيه المؤثره اللي هي يعني، وفي نفس الوقت كانوا سايبين لنا المساحه فيما يتعلق بالخيال الدرامي اللي احنا بنمارس بيه اللعبه بقى المعتاده، لعبه اللي احنا نجذب الجمهور بحيل دراميه يعني وبطريقه سرد اتمنى انها تكون جذابه، بحيث ان الموضوع ما يتحولش الى مجرد سرد تاريخي الوقائع يعني، او الى فيلم او الى مسلسل وثائقي. طب انا عندي سؤال. زمان تتذكر انه اتعمل مسلسل عن سيدنا الامام احمد بن حنبل وكان بطوله النجم الرائع محمد رياض. لم يهاجم المسلسل ده يا اخي. هل ما تهاجمش عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ولا ما تهاجمش عشان ما كانش فيه منهجية الهجوم؟ يعني باختصار رسالة الإمام عليه هجوم ممنهج، انت حاسس بكده؟ اصلا استغربت قوي ان لقيت صورة يتناقلها البعض يقول لك ايه خالد النبوي طالع في رسالة الإمام لابس نظارة قراية. انا والله العظيم اول بق كده قلت لهم يعني انتوا شفتوا المسلسل؟ ده انا حد من اصدقائي بيقول لي، قلت له يعني انت شفت المسلسل خالد النبوي لابس النظارة؟ قال لي ده الصورة مغرقة السوشيال ميديا. قلت له انا بسأل السؤال بوضوح. وانت عارف انا ليه، انا وانت لينا اصدقاء مشتركين كتير من ابرزهم احمد عيد، فانت عارف ان انا غلس يعني، انا غلس، انا بني ادم غلس في حياتي واسئلتي غلسه. قلت له يعني انت شفت المشهد بالظبط كده؟ قال لي ما انا هقول لك. قلت له يا عم ما تخنقنيش، شفت المشهد؟
لا بس الصوره موجوده. قلت له طيب فكر، والله العظيم يا محمد عم قلت له فكرت تعمل سيرش، اكتب كده خالد النبوي يرتدي نظاره في مسلسل الامام الشافعي وقول لي جوجل طلع لك ايه. قال لي هيطلع ايه يعني؟ قلت له تعالى نعملها سوا. عملنا كده، اول حاجه طلع لي الصوره وخالد النبوي ماسك السكريبت في ايده وجنبه احد المساعدين بتوع السكريبت، مساعدين الاخراج مساعدين الليس، قاعد عمال بيراجع مع خالد. قلت له اهو اتنين لابسين نظارات يا مؤمن. لا ده الامام الشافعي قاعد لابس نظاره وبيراجع السكريبت الاثنين يعني. ده انا قعدت بقى ايه اشرح لصديقي ده، قلت له بص مساله ارتداء النظاره فيها استحاله لسبب. قال لي ايه؟ قلت له ابن الهيثم ما كانش لسه اتولد، ده اللي اخترع النظاره. قلت له ما كانش اتولد، ده اتولد بعدها يجي ب 150 سنه يا ابني، مفيش كلام من ده. لا والغريب حتى ان الصفحات اللي نشرت الصوره دي يعني الناس يعني مشكوره دخلت تعلق وتقول دي مش حقيقه وان دي صور من الكواليس ودي صور ومش المسلسل ما فيهوش كده، وبرده عادي مصممين والبص زي ما هو وكده، وكان يعني هم يعني مقررين ان هم يمشوا ورا الدماغ غريبه الاطوار يعني. بس مش عارف انا يعني ما اقدرش اقول ان هو يعني المساحه دي انا مش من هواه قوي نظريه المؤامره، بس بصراحه اللي بيحصل برضو يعني جعلك تعيد التفكير في الامر. ايوه يعني خلي الواحد يستغرب، الله هو احنا كل يوم بقى واحد هيروح طالع لنا بكلمتين فعلا مش حقيقيين، مره ده خلي بالك الاراء الفقهيه اللي فيه، الله طب يا جماعه ده مراجعه من الازهر، الحق ده خالد لابس النضاره، لا يا جماعه دي صوره من كواليس العمل، بكره وارد جدا مثلا خالد ولا نضال ولا اي حق ماسك كوبايه نسكافيه قال لك الحق ده مطلعين مش عارف مين بيشرب نسكافيه في العصر العباسي الاول، يعني انتوا عايزين مننا ايه بقى؟ ما هو اصل بالطريقه دي انا ما اقدرش انفي ان في منهجيه يعني. اه والحقيقه هو الحقيقه كمان ما كنتش متوقع الهجوم قوي كده، لانه يعني احنا في الاول وفي الاخر مقدمين المشروع بغرض يعني مش بغرض، بس اقصد يعني احنا بنستعرض جزء من طبيعه المجتمع المصري في الوقت ده اللي هي كانت طبيعه ثريه وغنيه والمسلمين فيها مع الاقباط متفاعلين والدنيا لطيفه، وفي نفس الوقت بنقدم جزء جانب ايجابي جدا من الحضاره الاسلاميه صحيح. والحضاره المصريه وازاي الاثنين تفاعلوا مع بعض، ف مش عارف ده هيزعل مين يعني. هو هيزعل اي حد شايف انه مصر بتركيبتها الاجتماعيه والفكريه استطاعت ان تطور من افكار الامام، ادي كل القصه. وهيزعل اي حد تاني بقى اصلا رجعي ومتطرف ومتشدد ويريد دائما فتاوى الاستحلال وفتاوى الدم وعاوز يطبق العمده في اعداد العده والجو ده. فاشكرك يا محمد والله بجد على انت وفريق العمل كله بصراحه اللي شغالين على هذا المسلسل، يعني حقيقي مسلسل مهم قوي قوي، وكتروا بقى من ده. المؤلف محمد هشام عبيه مشرفا على ورشه الكتابه لمسلسل انا بقول لك ده واحد من اهم المسلسلات اللي تم انتاجها في مصر خلال 20 سنه مش بس 10 سنين. ده مسلسل بيتكلم مش بس عن الإمام الشافعي، ده بيتكلم عن فقه الإمام، مش بس بيتكلم عن فقه الإمام، ده بيتكلم على التطور الفكري في فقه الإمام وفلسفة فقه الإمام، مش بس بيتكلم على التطور الفكري في فلسفة فقه الإمام، وإنما يتحدث عن مرحلة تاريخية شديدة الصعوبة شديدة الخطورة مرت بيها المنطقة بالكامل في وقت العصر العباسي الأول، ومرت بيها مصر لأنها كانت جزء من تهدئة ووأد هذه الخلافات والملاحم التي قامت آنذاك. فاصل ونكمل الكلام. تألق مذهل في جعفر العمدة وكذلك في عملة نادرة، بس في جعفر العمدة موتني. منور وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم. السلام عليكم. أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لما قالوا لي ميلادنا مع الأستاذ الحسيني مع الأستاذ الحسيني يعني من غير أستاذ، هو ليه بتقول لي يا أستاذ؟ أنا عملت لك إيه؟ عشان أنت حبيبي. عشان أنت حبيبي أكتر، يبقى مفيش أستاذ بقى ما بين الحبايب. أرجوك يا حبيبي يا حبيبي كل سنة وأنت طيب وأنت طيب وسعادة
وكل مشاهدينا وكل متابعينا بخير وسعادة، ويا رب على طول فرحانين ومبسوطين. مبسوط جدا اني معاك انا اكتر، وفي البرنامج الجميل اللي انا من متابعينه. يا رب يكرمك ويخليك، احنا اللي مبسوطين بيك. انا وحضرتك طيب وبخير وسعاده. لو حضرتك عايز تطلع فاصل زي ما حضرتك بتقول انا مع حضرتك. لا لا انا مش هطلع فاصل، ده عمال يقول يلا يوسف هنختم، قلت له والله ما انا خاتم غير لما اتكلم الاول مع احمد فهيم، لانه قتلني في جعفر العمده، موتني بجد مش هزار. يعني سيد ده مذهل يا حبيبي، مذهل والله العظيم مذهل. ليه؟ لانه قدمت لنا كلنا كوميديا مصري بامتياز واقتدار، ولا فيها ولا اسفاف. يعني لما تقعد تتكلم مع العيله في البيت مدام هنا الصدقي وكل اللي موجودين بقى، وكلهم ان هم اخت فتوح وبنت فتوح مش عارف اللي حماكي فتوح، فتقول لك طب ما انت برضو خالك فتوح، تقول لا بس اصله حماكك وحماك انت كمان، قال لك اه. كل حاجه عملتها حلوه، كوميديا مذهله، مفيش اي اسفاف، مفيش اي حاجه، يعني ما تكعبلتش مثلا، انت كل القصه رياكشنات وكلمتين، مش ممكن، مفيش حد بيعمل كده دلوقتي. الحمد لله والله العظيم. الحمد لله استاذ يوسف، ده احنا اللي بنشكرك بجد. يعني الكوميديا بس انا كان من وجهه نظري ان الكوميديا مش افهمت على قد ما هي استخدام الممثل ادواته اللي هو بيمتلكها. زي تعبيرات يوسف، زي البادي لانجوج بتاع الممثل. انا من زمان كنت اشوف الناس بتقول عايزين نقول فيه هنا وعايزين نقول فيه هنا وعايزين نقول فيه هنا، ما كنتش بحب كده، كنت بحس ان الكوميديا مش كده، الكوميديا مش كلمه اقولها قاصد بيها يضحك حد، انا اقول الكلام اللي في الورق بطريقتي انا. ايوه، ومن خلالي المشاهد هيضحك بطريقتي وطريقه ارقائي للكلام وطريقه تعبيراتي وطريقه الحركه بتاعتي. والحمد لله اخيرا بعد يعني بعد مجهود وبعد عمر طويل قدرت اعمل الحاجه اللي في دماغي، وقدرت اعمل الكوميديا اللي في دماغي اللي هي مفاتيح الحياه اللي هي من الورق. والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع طبعا للاستاذ محمد سامي، الكتابه الهايله، ويا رب نكون على قد الرؤيه بتاعت الاستاذ محمد سامي. محمد جميل يعني. طب بالمناسبه اما تقعد تقول لي بعد العمر الطويل، يا باشا انت اصغر مني في السن، فما تقولش بعد عمر طويل. يا باشا انت 45 يا باشا. لا يا باشا انا مش عايز اقول مثلا لما تتفرج 46 نمشيها 46؟ يعني لا طيب 46 بقالي 47. ها لا انا بالظبط انا مواليد 6/10/73 ماشي. يوم الحرب، يوم حرب 6. الله اكبر الله اكبر، حلو. يعني احنا تقريبا قد بعض، احنا الفرق ما بيننا سنه ونص، ما كملوش سنتين. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم، وديت لنا كوميديا مصري 100%، مش كوميديا إفيهات أمريكاني ولا كوميديا إفيهات أوروبي، كوميديا بتاعت المصريين، اللي هو صاحبك وهو بيتكلم انت بتبقى ميت على روحك من الضحك من غير ما يقول إفيه واحد. اللي عملته دخل كل بيت وأسعدنا جميعا، تألق في جعفر العمدة، وأيضا تألق الحقيقة في عملة نادرة. نورتني وشرفتني، وبجد بجد بجد كل التوفيق، وأتمنى أشوفك جدا قريب، نعمل سهرة لطيفة كده ونقعد نص والله ممكن نعيد سوا. أشكرك جدا فناننا ونجمنا أحمد فهيم، وده حاجة من الحاجات الحلوة اللي الواحد يختم بيها الحلقة، إنه نقدر نشوف كوميديا مصري 100%، مش إفيه، مش حركة، فن. ده كان أحمد فهيم الحقيقة، أشكره جدا مرة تانية، أشكر حضراتكم. لو كلنا العمر هنقابلكم إن شاء الله، لو كلنا العمر يوم السبت الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.